كلما دق الخناق الأمريكي على النظام الإيراني لم يجد هذا النظام متنفسا مثل العراق، لا سيما في الجانب الاقتصادي. المنافذ الحدودية مع العراق تعد بابا لإنعاش اقتصاد إيران عبر حركة التصدير المتواصلة إلى العراق، على الرغم من تفشي الوباء في البلاد ما يوجب استمرار إغلاق الحدود. قمنا بفتح المنفذ، ويوميا الحركة التجارية لتنقل المركبات الجاية من إيران تقريبا 150 ل 200 لوريات يجيبون الأدوات إلى إقليم كردستان. مؤخرا أعيد افتتاح معبر طويلة جنوب شرقي السليمانية في كردستان العراق ليستقبل البضائع الإيرانية إلى العراق، مع ما يمثله ذلك من خطر بشأن انتشار فيروس كورونا. منذ افتتاح المعبر تدخل الشاحنات محملة بالمواد الأولية والفواكه والخضروات إلى السليمانية وأقضيتها، وكذلك الحلويات والنايلون والطحين، حيث تصل أكثر من 150 شاحنة إلى كردستان العراق يومياً. الحصار الأمريكي المفروض على إيران أثر سلباً على الاقتصاد الإيراني، وجاءت أزمة وباء كورونا لتفاقم المعاناة الاقتصادية لنظام طهران الذي يحاول جاهداً البحث عن حلول ومنافذ للتقليل من تأثير الشلل الاقتصادي الذي يعانيه. من بعد 2003 أحد أقوى الأسواق التي تصدر إيران منتجاتها إليه هو السوق العراقية، لكن الآن الواقع تغير بعد عقوبات أمريكية مفروضة على إيران منذ مدة. هذه العقوبات بالتأكيد تؤثر على الاقتصاد الإيراني، بالتأكيد تجعل الحكومة الإيرانية تبحث عن منافذ وعن حلول خلينا نقول التقليل من تأثير الأزمة. أحد هذه الحلول هو فتح زيادة المعابر مع إقليم كردستان والعراق. وبحسب محللين فإن العراق بات حديقة خلفية للنظام الإيراني، ليس فقط في الجانب الاقتصادي بل والسياسي والعسكري كذلك. يحدث ذلك بمعاونة طبقة سياسية فاسدة تحكم العراق لصالح نظام طهران الذي يسعى للتخلص من الضغوط والعقوبة الدولية، ولو كان ثمن ذلك الإضرار بمصالح الشعب العراقي وتعريضه للخطر.